ازاي الانسان يقي نفسه من عذاب النار بشق تمره زي ما حضرتك قلت؟ حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اتقوا النار ولو بشق تمره. علينا ان نتصدق، ومش مهم تكون الصدقه يا استاذ سالي مال. ده انا ممكن ما يكونش معايا مال، ممكن شق تمره تنجيني، رب درهم سبق ألف درهم. يعني ممكن ما يبقاش معايا غير حاجة بسيطة، أقسم التمرية اتنين، أكل نصها وأعطي نصفها لحد دي تنجيني من عذاب النار. ممكن ما يكونش معايا مال خالص، لكن معايا كلمة طيبة، معايا ابتسامة. ده كان جزء من خطبة سيدنا النبي. ده كان جزء من خطبة. ازاي بقى قالها لنا؟ يعني ازاي وصل لنا انه الانسان ممكن بالفعل البسيط ده ان هو يقي نفسه من عذاب النار؟ ما هو انا لما اعمل طيبات وابقى في معية الله وأعمل بحب لله عز وجل وحب لعباد الله سبحانه وتعالى، الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ممكن شق تمرة صغيرة، لأن احنا هنقف زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عما أعطانا رب العزة سبحانه وتعالى، وعما أنفقناه وفيما أنفقناه، ومش هيبقى فيه بيننا وبين رب العزة سبحانه وتعالى ترجمان. وحنسأل، جالنا رسول علمنا الرسول أعطانا رب العزة سبحانه وتعالى مال طب أنفقنا مالنا في إيه؟ شبابنا ودينا في إيه؟ المال ده اكتسبناه في إيه؟ وقفناه في إيه؟ أو ضيعناه في إيه؟ كل هذه الأمور هنسأل عنها، وهنحاسب أمام رب العزة سبحانه وتعالى، وهننظر مش هنلاقي أمامنا إلا والعياذ بالله جهنم. فسيدنا النبي بيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اللي هيبعدنا عن جهنم وعن أن احنا نعذب أن احنا نعمل صالحات. وكأن سيدنا النبي بيبدأ بأقل شيء. طب ولو ما لقيتش يا رسول الله بكلمة طيبة. يعني حتى الكلمة الطيبة التي هي صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماتة الأذى عن الطريق صدقة. في صدقة رائعة قال لنا عليها حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عمل تعبئة أما في غزوة تبوك، عشان المسافة طويلة والوقت وقت حر وقحط، ما كانش عندهم اللي يعينهم على إن هم يذهبوا إلى تبوك. فجه سيدنا عثمان وجهز ثلث الجيش لوحده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جه سيدنا أبو بكر تصدق بكل ماله، ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. طب جه سيدنا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت النصف وأتيت بالنصف يا رسول الله. جاب نصف ثروته وترك نصف ثروته. في رجل في جوف الليل وقف بينه وبين رب العزة سبحانه وتعالى وقال اللهم إني لا أملك وأنت سبحانك تعلم أني لا أملك، اللهم إني تصدقت على من آذاني بالعفو عنه. الله، يعني الصدقة ممكن تبقى بالعفو عنه. ده سيدنا النبي تاني يوم في المسجد، ده هو بينه وبين ربنا في جوف الليل. أين المتصدق بالعفو البارحة؟ أين المتصدق بالعفو البارحة؟ أين المتصدق بالعفو البارحة؟ في الآخر قام قال له أنا يا رسول الله. قال هذه أفضل صدقة قدمت في هذه الغزوة. ما شاء الله، دي أفضل من سيدنا عثمان، أفضل من سيدنا أبو بكر اللي قدم ماله كله، أفضل من سيدنا عمر اللي قدم نصف مالي، أفضل من اللي جاب تمر واللي جاب ذهب واللي جاب واللي جاب. تعالوا نتصدق بالعفو، أدي صدقة اهي هتنجينا من عذاب النار.